تعمل ايه لو الفلوس اتخصمت من رصيدك ومطلعتش من الاي تي ام؟ موقف صعب اي حد فينا ممكن يواجهه. كتير مننا كمان بيقلق للفلوس تضيع عليه، علشان كده بيسأل يتصرف ازاي، ولو اتصل بالبنك فلوسه هترجع امتى، هل هتاخد وقت طويل وروتين كتير ولا ايه اللي هيحصل. خليكم معانا في التقرير ده، هنقول لك كل التفاصيل علشان تضمن حقك وفلوسك ما تروحش عليك. أولاً لازم تعرف إن الفلوس ممكن تاخد وقت في الخروج من الماكينة ومش لازم تطلع مع بطاقتك، عشان كده بيفضل إنك تستنى شوية علشان تتأكد من طبيعة المشكلة. بس لو الفلوس ما خرجتش بعد فترة وتأكدت إن المبلغ اتخصم من رصيدك، كده هتبقى قدامك حالتين. الحالة الأولى لو أنت سحبت المبلغ من ماكينة تابعة للبنك اللي أنت عامل فيه، ساعتها غالباً الفلوس هترجع بشكل تلقائي على بطاقتك. وعادة كمان استرجاع النقود بيبقى خلال 48 ساعة لبطاقة ديبت أو خلال 10 أيام لبطاقة كريدت. ولو المبلغ مرجعش ليك، ساعتها بتتصل بخدمة العملاء أو تروح فرع البنك لتسجيل طلب اعتراض. طبعاً الأفضل إنك ما تستناش وتتصل بخدمة العملاء على طول علشان تعرفهم إيه اللي حصل. هنا الموظف هيطرح عليك شوية أسئلة علشان يتأكد إنك صاحب الحساب الحقيقي، وكمان ياخد بيانات عملية السحب الأخيرة. بعد كده الموظف بيتأكد من إن قيمة المبلغ المالي الموجود في حساب العميل، وهل عملية السحب اتسجلت فعلاً ولا لأ. لو الموظف اتأكد من عدم خروج المبلغ بالرغم من خروج الصال بإتمام العملية أو عملية السحب، بيرجع الفلوس لحسابك. الحالة التانية بقى لو جربت تسحب فلوسك من ماكينة تابعة لبنك تاني غير البنك اللي انت عميل معاه، هنا لازم تخلي بالك وتحتفظ بإيصال عملية السحب، وفورا وفي أسرع وقت تتصل بخدمة العملاء في البنك بتاعك، وتروح كمان الفرع بنفسك علشان تقدم بلاغ رسمي بإنك ما استلمتش المبلغ المطلوب. عادة فلوسك هترجع في مدة زمنية معينة بيحددها البنك، بتختلف من بنك للتاني وده حسب سياسة كل واحد فيهم. لو المدة المحددة فاتت وفلوسك لسه ما رجعتش لحسابك، ممكن تقدم شكوى تانية للبنك ومعها إيصال العملية، ولو مفيش نتيجة خالص ممكن تصعد الموضوع للبنك المركزي وتشتكي هناك. معلومات زي دي تهم ناس كتير، خصوصا ان اغلب الموظفين حاليا بيقبضوا عن طريق البطاقات البنكية. حتى في الحكومة اغلب الموظفين دلوقتي بيستخدموا بطاقات ميزة، واختفت خلاص كمان فكرة انك تقبض مرتبك كاش في ايدك. وده اللي اكدته كمان وزارة المالية لما قالت ان 75% من العاملين في الدولة خلاص هيقبضوا مرتباتهم ببطاقة ميزة بداية من الشهر ده، وكمان طالب الباقيين بتغيير بطاقتهم في اسرع وقت علشان يستفيدوا من مميزات البطاقة الجديدة. عشان كده تقدر تعمل شير للفيديو ده علشان يوصل لأكبر عدد ممكن. ولو بتواجهكم كمان أي مشاكل تانية مع البطاقات البنكية أو ماكينات الـ ATM، اكتبوا لنا في التعليقات وإحنا في انتظار تعليقاتكم.